بس الكرة خطيرة، القحطاني باليسرى حطها، صدمت في الدفاع مترو حطها، لا تضيع، مترو لا يضيع، هدف هلالي أول يا مترو، يا مترو يا مترو، خطفها فرنسا بروعة كبيرة جدا، يحرك الأمواج الزرقاء، القناص الهداف البارع متروفيتش، يضيف الضحية رقم 16 في قائمة الضحايا على مستوى أندية المملكة. لم يتبقى شباك إلا وتأذت من هذا النجم الفتاك من المهاجم المرعب متروفيتش، تحرك كان رائع وضربة راسية هائلة هائلة من جانب متروفيتش، لاعب لا يمكن أن يضيع أمام المرمى، نشوفها من القحطاني باللمسة الأولى، صدمت في الدفاع، لقد تركوا مترو في مكان لوحده، هذه عادة، تركوه لوحده وبظهره إلى المرمى، وسجل بطريقة هائلة رائعة دون أن يرى المرمى، حافظ زوايا مرمى الخصم بشكل رائع جدا، لا داعي لأن أنظر إلى مرمى ضمك، الكرة بالرأس، صابعه في الشباك، بالتأكيد متروفيتش يواصل تألقه في مسيرة فارس الجنوب فرانسوا كامانو سولان بالخطأ من البلاهي خطيرة لمصعة ضمك في هذه الأثناء محاولة وكرة جميلة والتعادل لفارس الجنوب. نعم كامانو كامانو ينجح في إدراك التعادل، خلطة دفاعية هائلة، ينجح في استغلالها فريق كونتر بروعة كبيرة، فرانسوا كامانو يسجل التعادل لفارس الجنوب. ألم نقل بأنهم أقوياء ضد الكبار؟ دائما ما يكون عندهم الشخصية ويتحلون بالكثير من الشجاعة. ضمك يفعلها، يبعثر أجواء ملعب الملز ويعود إلى الواجهة في هذه اللقطة عن طريق فرانسوا كامانو. جميلة جميلة، عمل كبير في اللقطة الماضية. وين البلاهي؟ غلطة فادحة من البلاهي في اللقطة الأخيرة، ثم كرة غلطت بونو، حاول سيرجي إبعادها، لمست في الدفاع، غلطت الحارس أيا كانت الطريقة، فوق بونو وفي شباك الهلالية. لا روعة روعة كانت اللقطة، جميلة للغاية كرة فرانسوا كامانو، فينيشينج عالي جدا أمام حارس عملاق ودفاع قوي، يحطها بهذه الكيفية بهذه الصورة ميلا فرانسوا كامانو، طويلة فرصة متاحة، مرتدة تصل إلى ديالو، هي لضمك في هذه اللقطة، هي لديالو في هذه المحاولة، الجهات اليمنى يهاجمون، يتقدمون، يحاولون، جميلة، الله الله، ويسجلون، يفعلها فريق كونترا، الله يا فارس الجنوب، أيوة ده هذا روعة روعة روعة. جميلة اللقطة، حلوة اللعبة، كورة ولا أجمل، ضبك يبعثر أوراق الهلال بعمل كبير جدا في اللقطة الماضية، من كان ينتظر هذا السيناريو؟ يعني روعة فارس الجنوب، 7 دقائق لفارس الجنوب مذهلة في شوط المباراة الثاني، قلبوا فيها الموازين وتقدموا فيها على الهلال، التمريرة روعة، قابلها في توقيت رائع، وظل في شباك بونو يقلبون الطاولة بأداء رائع. ضمك يا جماعة، فارس الجنوب لم يأتي هنا إلى النزهة من أجل أن يتنزه في ملعب الملز، من أجل أن يقبل خسارة مثل باقي الفرق، لا، هنا من أجل رفع راية التحدي، هنا من أجل فرض الإيقاع والأسلوب، هنا من أجل الخروج بشيء. هذه الأثناء محاولة هلالية للبحث عن التعادل، سالم بعرضية خطيرة وكرة السيدة البلاي، لا والله مصعب اللي حطها، هذه كرة فنان يا جماعة، هذه كرة لاعب فنان يا جماعة، يا إلهي يا لها من لقطة، مصعب الفنان الجوير في كل مكان، روعة اللقطة الأخيرة، عمرها ما كانت من البلاهي تسديدة، مع كل التقدير لعلي البلاهي وأدواره الهجومية، لكن هذه كرة لاعب
حريف يعرف طريق المرمى جيدا. شوفها مرة أخرى، مصعب حطها في الشباك الخالية ليعود بالهلال من جديد. واحد من أبناء الهلال، من شبان الهلال اللي عندهم الشخصية والقدرات الهائلة. مصعب يسجل، الهلال يتعادل. الإثارة أكبر في الدقائق القادمة. ماذا تنتظرون غير كثير من الشغف والمتعة والإثارة؟ فقد تعادل الهلال وننتظر بعد ذلك إلى نيفيز. تغيير تجلى في اليسار، كرة جميلة تصل إلى سالم، حطها للوتي، الكرة العرضية خطيرة وميترو. وكيف يخسرون ولديهم ميترو؟ وكيف يتعثرون ولديهم ميترو؟ ميترو الفتاك، غازي الشباك، ميترو الهداف، يسجل هدفا ثالثا، يقلب النتيجة، يسجل هدفا هلاليا غاليا، يتقدم في النتيجة، يسجل هدفا هلاليا، يجلب الانتصار حتى الآن في هذه الوضعية، في هذه اللقطة. الحكم يوقف اللعب لتأكد ما إذا كان ميتروفيتش متسللا أم لا. لقطة تثير بعض الجدل في ملعب الملز هنا في هذه اللقطة. نيفيز هنا، ميترو متسلل، هذه كرة وصلت من سالم إلى لودي، هنا ميترو غير متسلل، وبعد ذلك الهجمة استمرت والهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش اللي كان متسلل في لقطة أولى. في الثانية لم يكن كذلك، الهدف اللي سجله ميترو الرابع له في مباراتين هذا الموسم. لمست الكرة في مصعب الجوير، راحت لمين؟ اللي يعرف زوايا المرمى جيدا، كل سنتيمتر في شباك الخصم، يعرف كيف يقهر الخصم، ويعرف كيف يجلب الفرحة لمناصريه، ويعرف كيف يسجل أهداف. النجم الكبير ميتروفيتش، هدف هلالي ثاني. الآن قرار حكم المباراة إلى ماذا يشير؟ إلى هدف هلالي، هدف هلالي. فرحة أصبحت أكبر، فرحة لها صدى أكثر. الهدف يحتسب إذن لميتروفيتش بعد أن عاد الحكم وتأكد مع مساعديه. في اللقطة الثانية لم يكن ميترو متسللا، كانت واضحة للجميع. هلال يقلب الموازين، هنا ميترو كان متسلل، سالم لم يكن كذلك في هذه اللقطة على ما يبدو. ثم في لقطة ثانية ميترو تحرك سليم، خدع المدافعين، عرف اتجاه الكرة وذهب لمقابلتها، للمسها، للدغها، لوضعها في الشباك، ثم الذهاب إلى الجماهير لمعانقتها، للصراخ، للفرحة، للهيبة، للقوة، للشجاعة، للشخصية، للتهديف، للغزارة التهديفية، للمهاجم الرهيب صراحة ميتروفيتش. الهلال يضرب بالهدف